يرفع زي اسبوعين ثلاثه احيلت للدستوريه العليا بسرعه وهي بتعدل يرفع. الان في الدستوريه العليا ده بقى انا بقول لسعادتك الموضوع اللي هم هيضربوا فيه قصه جيد دي اللي سعادتك قلتها واترفعت الدعوه وباقصى سرعه تم تحديد الجلسه في ظرف اسبوعين ثم فصل في الدستوريه في ظرف ثلاث اسابيع بالاحاله للدستوريه بينما علشان نمشي في قضيه زي دي بنقعد ثلاث اربع سنين المهم من حق كل مواطن انه يطعن ومن حق نادي القضاء انه يطعن لكن ليس من حق اي مواطن ايا ما كان شانه انه يفتئت على حقوق شعب مصر هو في نص محدد للافتئات على حقوق الشعب ايه هو اقول لسيادتك المفترض ان السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات السياده تتمثل في ان الشعب المصري سيد على ارضه هو الذي يتولى السياسه تحديد السياسة من يقوده هو الذي يتولى تحديد التعيين بالله عليك شو تخلص ما هو ده السياسة في لا في ماذا اللي اعترضت خصوصا لان ده موضوع خد جدل كبير على تعيين ابناء المستشارين او ابناء القضاة في نص على كده في نص القانون سعاده الرئيس تحديد لا اسمح لي سعادتك اولا في نصوص عامه مجرده جاءت في الدستور وطبعا نظرا لان احنا دلوقتي مش عارفين ايه اللي موجود ده اسمه اعلان دستور ولا اسمه ايه عندك زي ما سعادتك عارف لكن اللي احنا عارفينه ان كان في دستور اسمه 71 انهار ثم اعيد احيائه ثم بعد كده دفن وبعد كده طلع اعلان دستوري باطل اذا انا ادور وجودا وعدما على قواعد الحق وقواعد العداله قواعد العداله بتقول انه لا يجوز ان انا اغلق الباب امام ابناء الشعب المصري وبعد كده امنع مجموعه من الشعب المصري انها تخش القضاء طب ما عندنا الناس ولاد الناس البسطاء ما بيخشوا القوات المسلحه وبيخشوا الجيش وبيخشوا البوليس وهكذا انا بقول اذا كانت الدوله ويخشوا القضاء مش كلهم انا مش كلهم استاذ خالد وبرده مش من قواعد العداله عشان اختم بقى انا قدامي دقيقتين بالظبط لو تكرر من قواعد العداله ان انا اشارك انك ما توقفش عداله البشر ان مصالح البشر تتعطل بهذا هم اللي موقفينها لانه اعلنوا امبارح في النادي النهري يا فندم مين اللي قفل المحكمه المستشار احمد الزند قعد في النادي النهري يعني في النادي النهري يا فندم مقرر وقف السير او وقف العمل وتعطيل العمل في المحاكم ليه تعمل كده وبكره في جمعيتين عموميتين لوقف كذا لوقف العمل في المحاكم من الساده القضاء احبابنا واخواتنا ما يصحش ان انتوا توقفوا سير العداله احنا معاكم احنا معاكم يدا بيد تقفلوا المحاكم انتوا المحاكم اغلقت من قبلها يا استاذ خالد من المحامين لا ما هو لسيادتك لا هو مش لا 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 اقول لك احنا مصر كلها شايفه الا الاستاذ خالد بصراحه اسمح لي انا شايف كويس جدا يا استاذ المستشار انا بقول ان انا بدافع عن حق الشعب المصري الشعب ليه لانه في ظرف 24 ساعه القانون ده كان هيمرر والمجلس العسكري كان بيدرسه وكان هيمرره قبل الانتخابات عشان يحبسوا شعب مصر كله لن نسمح اطلاقا بغيري شراكة كاملة مع القضاء أيا كان الثمن الذي سندفعه ردك يا سيادة المستشار رد أنا لا تعقيب لأن كل الناس دلوقتي بتتكلم باسم شعب مصر وشعب مصر يعلم من الذي يدافع عنه ومن الذي يهاجمه نحن وكلاء الشعب والله نحن وكلاء الشعب ونحن أبناء هذا الشعب مصر بيستغيث وهو قاعد دلوقتي حيران بيحترم القضاء بندافع عن الشعب وبيحترم المحامين ومحتاج دول ومحتاج دول وحاسس ان هو تايه في النص نتمنى ان العقلاء يخلصوا ويضعوا العدالة نصب عينهم نتمنى ذلك مستشار أسامة ربيع رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس إدارة نادي القضاء سابقا بشكرك شكرا جزيلا على وقت حضرتك ومجيئتك والأستاذ خالد فؤاد عضو هيئة التصحيح عن مهنة المحاماة ورئيس حزب الشعب بشكرك شكرا جزيلا عفوا يا أستاذ معتز اختلفنا في الرأي لا يفسد للود قضية لا طبعا لا يفسد للود قضية ويبقى الحوار هو الوسيلة الوحيدة للخروج بهذه البلاد ومن النفق الضيق التي وعلى فكرة أنا واثق تماما ذلك أتيت أنا واثق تماما أنا واثق تماما إن كل المشاكل دي هتحل إذا ما جلسنا على مائدة واحدة في مجلس القضاء الأعلى كشركاء حقيقيين للسلطة القضائية. إيه اللي يمنع المائدة دي يا سيادة المستشار؟ لا أبداً. هم اللي منعينها ساعات. الحوار قال لكن هو إنه يبقى عضو في مجلس القضاء. المانع أنا أصر على ذلك. لأن أنا مش عضو في نقابة المحامين. لا تعالى خد العضوية. كلام يعني منطقي يعني. لا يا فندم. بصراحة يعني أول مرة أسمعه يعني. العدالة بتقول كده. مجلس السودان واليمن. ما في لا ما في أحياناً بيكون في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة مراقب. هيئه مراقب مثلا فيما يخص المانع ده لو يخص المحامي انا بتكلم فيما يخص يعني يحضر بس حاجه على فكره في ده
في ده هو بيحكم قدام مين؟ يعني المحامي في لجنة التأديب، في لجنة تأديب مشترك بين الاثنين، دي حاجة ودي حاجة يعني. ما فيش ما يمنع من اجتماع مشترك مع مجلس القضاء الأعلى يجمع نقابة المحامين، ولذلك نظرة الاستعلاء، نظرة نقابة الاستعلاء لا ما فيش استعلاء، لا يجوز. تتمنى من نقابة المحامين ايه؟ اتمنى ان هم يعني يدوروا على مشاكل العدالة ويضعوا تصورات ليهم، وهو ده بقى فعلا اللي يقعد مجلس القضاء مع مجلس نقابة المحامين ونشوف مصالح العدالة ومصالح المواطن. وأنا أتمنى أن المشاكل ما بين نادي القضاء ومجلس القضاء الأعلى تتحل إن شاء الله على خير، وأن يبقى في جهة واحدة فقط تتعامل باسم القضاء هي مجلس القضاء الأعلى، يعني ويخصنا ويخص شعب مصر. بشكركم شكرا جزيلا، الحوار ذو شجون. وبختم بمقولة من دعاء زغلول نقلتها عن الصحفي الرائع أستاذ جلال عامر، قال: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أسرق ودائع البنك وحدي، وحماة الأهرام في ساعة العصر خدوني المطار وقالوا لي عدي، وكله عدى في البلد دي، ولكن اللي جاي إن شاء الله مش هيعدي. غدا حلقة جديدة من محطة مصر، حتى يحين هذا الموعد مش أقول لكم عدوا، نحن في انتظاركم، ودايما تفضل محطة مصر سكتنا ليكم. إلى اللقاء.